ولذلك أم زوجتك وأبو زوجتك دف زوجتك عليهم، أكرمهم، أكرموك، عطوك بنتهم بين الناس كلهم اللي تقدموا لهم، عطوك بنتهم أكرموك. وين رد المعروف؟ رد المعروف تمنعها من أهلها، رد المعروف تمنعها من أخوانها. هذه الأخلاق اللي احنا نتربى عليها، هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ننتبه، ننتبه، الله يرحم والديكم، خلونا ننتبه لأنفسنا، عليكم أنفسكم، دائما حط هذه في بالك. جماعة أكرموني، بكرة أنا بكرم واحد أعطيه بنتي، إيش أبغى منه؟ أبغاه زي ولدي، أبغاه يكرمني، أبغى أحس إن بنتي في أمان، في راحة نفسية، ما ببنيتي تدخل علي من كسرة، في عينها حزن ما تقدر تقوله، ممدود اليد عليها. ما ببنيتي تدخل علي من كسرة، في عينها حزن ما تقدر تقوله، ممدود اليد عليها، ممدود اليد عليها.